تمكن برنامج مكافحة العنف والإدمان معا من الحصول على شهادة الأيزو في نظام إدارة المخاطر، وذلك ضمن جهود القائمين على البرنامج للعمل وفق أعلى المعايير الدولية لتعزيز القدرات في التعامل مع المخاطر والأحداث المحتملة والالتزام بأفضل الممارسات العالمية المتقدمة، ليصبح بذلك أول جهة حكومية تنال هذا النوع من الشهادات. وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة السيد علي أحمد أميني، مدير برنامج مكافحة العنف والإدمان معا. سيد أميني، حصول برنامج معا بلا شك على شهادة الأيزو في نظام إدارة المخاطر لم يأتي من فراغ، ما الذي يمثله هذا الإنجاز لكم؟ هذا الانجاز هو نتيجه توجيهات سيدي معالي وزير الداخليه اللي شكلت لنا خارطه الطريق للحصول على مثل هذه الشهادات لضمان جوده العمل والخدمات اللي نقدمها للجمهور. وفي هالمجال احنا نتكلم عن برنامج معا والمنهج الدراسي اللي نقدمه للطلبه ومستوى المهارات اللي يتعلمها الطالب وجوده المعلومات اللي نوصلها لاولياء الامور. وهذا النهج من العمل هو اللي وجهنا فيه معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفه رئيس لجنه مكافحه العنف والادمان، واللي خلال كل سنه نحرص على اضافه جديده بهالمستوى على يعني حق نعزز اسلوب العمل وحسب المعايير العالميه. وشهاده الايزو 31000 هي شهاده من المنظمه الدوليه للمقاييس المعروفه باسم ايزو. وهالشهاده تختلف عن شهاده 9001 المعروفه والمنتشره اكثر عالميا والخاصه بالجوده. لان شهاده الجوده فيها معايير ثابته لجميع الجهات، ولكن هذه الشهاده هي عباره عن يعني مبدا توجيهي او جايد لاين يحدد لنا شلون ننشئ الحدود الاساسيه لعمل الاداره لتقليل المخاطر، وشلون نسعي لعدم وقوعها، وشلون نتعامل معها اذا حصلت، يعني هذه المخاطر اذا صارت شلون نتعامل معها. نعم. وفريق العمل اللي اشتغل على الموضوع واجه وتعرض لكثير من المخاطر اللي يعني كنا نعرفها واللي ما كنا نعرفها واللي ممكن انها تحصل. لكن نعم. الاهم انه حطينا خطط لتقليل فرص حدوثها والتجهيز لها في حال انها هي يعني صارت وواجهتنا هذه المخاطر، والالتزام بافضل ممارسات لمعالجتها. وهالنوع من الممارسات المهنيه والعمليه في بيئه العمل تعزز مستوى الحوكمه وتساعد على تحقيق النمو المستدام وتشجع على زياده الانتاجيه. نعم. بشكل موازي لهالكلام او يعني بطريقه مختلفه هو الالتزام بهذه المعايير توصلنا للاستخدام الامثل للموارد وتسهل عمليه الحوكمه الرقابيه والاشرافيه على اليات تيار العمل. طيب، سيد علي، في سياق ما ذكرته الان، ما هي ابرز التدابير والاشتراطات اللازمه التي اتخذها القائمون على برنامج معا لتتماشى مع النظام خصوصا بعد طرح الاصدار الاخير من شهاده الايزو؟ هو خلال تجهيز متطلبات هذه الشهاده صار عندنا الكثير من الادله اللي لازم نقدمها وملفات وشروط مطابقه المعايير واضمارات خاصه بكل متطلب. فقام فريق العمل يعني بعمل مميز اللي هو يعني يجمعوا كل هالمتطلبات في كتاب مؤلف من 210 صفحات، وهو عباره عن دليل منهجيه اداره المخاطر حق برنامج معا. وتم توثيقه وتسجيله واصدار رقم الناشر الدولي الخاص بالكتاب. ومن عقبها يعني طبعنا الكتاب حق تكون نسخ موجوده عند المدققين ونسخ موجوده عندنا حق يعني كمرجع حق عملنا اليومي. وحين الكتاب قدامي وانا بقرا منه بعض الشروط والمعايير اللي لازم يعني كنا نتبعها ويعني اللي تم مناقشتها ووقت التنفيذ. فالاول هو اعتماد سياسه عامه لاداره المخاطر اللي ما كانت موجوده عندنا، فاحنا انشاناها طبعا يعني خلال تحديد المعايير حق الشهاده. نعم. والنقطة الثانية هي تحديد المنهجية العامة للمخاطر، طبعا هني معناته ان احنا ناخذ النظام التحليلي لعمل الادارة اللي هي مشتق من الرؤية والمهمة والاهداف، وبناء عليها نبني المخاطر. والثالث هو الاطار العام، يعني اللي كان فيها تخصيص فريق عمل خاص يشرف على تحديد الادوار والمسؤوليات وضمان التكامل في العمليات وآلية التنفيذ والتطوير المستمر. نعم. وانشأنا ايضا يعني نظام جديد اللي ما كان يعني موجود من قبل وما حد سواه في السابق ولا كان متطلب، ولكن احنا يعني سوينا اضافه اللي هو نظام البطاقات، واللي هو يتشابه مع نظام بطاقات الاداء المتوازن. نعم. ففي كل بطاقه يتم وصف الخطر والمسؤول عنه ونسبه احتماليه حدوثه ومستوى الاثر اللي ممكن يعني يحدث الخطر بعد ما يحصل. نعم. السيد علي احمد اميني، مدير برنامج مكافحه العنف والادمان معا، شكرا جزيلا لك.